حملة القرآن الكريم وجعلهم من أهله الخاصين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السادة جمهور مهرجان أشواق الصائمين، تاهت أمام جمعكم عباراتي وتناثرت على طول المدى كلماتي، فما حيلة المشتاق إذا أراد أن يوصل الأشواق؟ طلبت من مملكة البيان أن تعينني على رصف الكلمات ترحيبا بكم فاعتذرت، فالليلة تتيه العبارات وتتناثر الحروف ويتلعثم اللسان ويحار البيان ويقف الشعر عاجزا عن الترحيب بمقدمكم وحضوركم، إلا أن قلوبنا ما زالت تنبض وتخفق فرحا وسرورا برؤيتكم. فيا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا بنسيم هب من تلك الربا، حفلنا قد زاده تشريفكم، حلقا بالنور فاق الكوكب، نهجنا القرآن في إيماننا نور ربي للرسول المجتبى، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم أيها الكرام في حفلكم هذه الليلة، الليلة الثانية من مهرجان أشواق الصائمين. يتجدد بيننا وبينكم اللقاء والعهد احتفاء بمسيرة الخير والنور التي تقتفيها جمعية ساجد للعناية بالمساجد بمدينة إمزورا، إزاء شركائها الأوفياء وداعميها المخلصين. تقبل الله من الجميع كل الأعمال، وها أنتم الليلة أتيتم لتشهدوا ثمرة من ثمرات أعمالنا ومسيرتنا المباركة، ودائما نعدكم بالجديد والمزيد مع وصلة إنشادية مع فرقة نور اليقين، الضيف الذي حل على هذه المدينة من مدينة طنجة. فلتتفضل المجموعة برئاسة الأستاذ عمر الفقير، وشكراً.